بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نلفت انتباه الإخوة أن البرنامج سير وعبر يتوقف خلال شهر رمضان، يتوقف خلال شهر رمضان ويستأنف بعد شهر رمضان، يعني في شوال. أما أثناء شهر رمضان البرنامج متوقف. ونواصل حديثنا حول الدولة الأموية. كثير من الدول تمارس العنف للتحكم في الرعية، كثير، وبعضها يعني وهمي لأنه ما في ذاك الخوف من الجماهير، ولكن مع ذلك يريدوا يحفظوا للدولة هيبتها بالإرهاب بالتخويف. ولكن أحيانا هذه الدولة تستعين بناس حكماء فتخوف بدون ما تمارس الإرهاب الفعلي، يعني اللفظي والجسدي والمعنوي، لا، مجرد تخويف حتى تخلي الناس ما يتجاوزون الحد المسموح به. لكن الدولة الأموية كانت عنيفة فعلا، وكان فيها كل أشكال العنف الجسدي واللفظي والمعنوي. والمفروض بما أنها تحكم باسم الإسلام، المفروض أن قوانينها تكون قوانين إسلامية، لكن القوانين اللي فرضتها الدولة الأموية ما فيها رائحة الإسلام. مثلا يقول الحاكم آخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب، ويقول لئن بلغني عن رجل منكم خلاف لأقتلنه وعريفه وولياه ولآخذن الأدنى بالأقصى. هذا كلام ما له علاقة بالإسلام. في الإسلام لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني شخص أخطأ في حق الدولة خطأ معين يستحق عليه التأديب أو التعذيب أو القتل، الدولة تأخذ ذاك الشخص فقط، ما تأخذ لا والديه ولا أولاده ولا زوجته ولا عشيرته، لأن القرآن الكريم يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذه الآن موجودة في النظم الوضعية. لما شخص يرتكب مخالفة كبيرة بحيث يستحق عليها السجن أو الإعدام يأخذه هو فقط، ما يأخذه لا أولاده ولا والديه ولا جيرانه ولا أفراد قبيلته. الدولة الأموية لا، يقول ولئن بلغني عن رجل منكم خلاف لأقتلنه وعريفه ووليه. العريف هو مسؤول المحلة. طيب ماذا فعل العريف حتى يدفع الثمن؟ هكذا يقول بنو أمية، يعني طبق فهم بني أمية يعقوب عليه السلام لازم يدفع ثمن تمرد أولاده،
نوح عليه السلام لازم يدفع ثمن تمرد ولده، زين؟ لوط عليه السلام لازم يدفع ثمن تمرد زوجته. لا، في الإسلام ما في شيء من هذا، كل إنسان مسؤول عن نفسه، هذا هو الإسلام، كل مكلف. نعم، إذا غير مكلف هنا تصير القضية مع الوالد لأنه هو غير مكلف، أما مكلف انتهى الأمر، بلغ سن التكليف فيكون مسؤولا عن أقواله وأفعاله وتحركاته وسكناته. أما الدولة الأموية لا، وهذا النظام، نظام الدولة الأموية، هذا القسري والقهري طبق في القرن العشرين من طرف صدام حسين. صدام حسين كان إذا كان شاب عندها مشكلة معاه الدولة، يروح يجيب والديه ويجيب خاوته. حدت محاولة اغتيال في الدجيل، راح جاب قرية كاملة، دينا كاملة جابها للسجون. فدولة تمارس الإرهاب بهذا الشكل بحيث تحمل البريء جريمة المجرم، هذه لا يمكن أن تقدم صورة من صور الإسلام. أي واحد يسمع عن هذا التصرف من طرف دولة تدعي أنها تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقبل، ما يسمح له ضميره. شوف ذاك الكلام، يقول ولا آخذن الأدنى بالأقصى، يعني أنت في مدينة دمشق وعندك أخوك والله ابن عمك والله زين عندهم سوى مشكلة في حلب، أنت هم تدفع معاه لأنك من عشيرته، لأنك أخوه، لأنك أبوه. شوف قوانين ما لها علاقة بالإسلام أبدا، زين؟ سمة الإرهاب صارت صفة ملازمة للدولة الأموية، ولهذا أشهر الإرهابيين في الإسلام هم في زمن الدولة الأموية، جاءوا بعدهم إرهابيون ولكن هم سنوا للناس الإرهاب، عبيد الله بن زياد، يزيد بن معاوية، معاوية بن أبي سفيان، عبد الملك بن مروان، هذا الحجاج بن يوسف الثقفي، وش يسموه خالد بن عبد الله القسري أو القسري مثل ما يقولوا. يعني هذو أشخاص نماذج كبيرة في الإرهاب كانوا موجودين في الدولة الأموية. فحينما تكون الرعية اللي هي المواطنون تعامل بالتخويف والإرهاب، ما هو حلمها هذه الرعية؟ حلمها شوك تتخلص من هذه الدولة اللي فيها الإرهاب، لأن الإنسان لما يكون عايش تحت طائلة الإرهاب يعيش مضطرب، ما هو إنسان سوي، إنسان خايف كل يوم على حياته، خايف من تهمة، خايف من ظلم، خايف، فيعيش حالة الخوف المستمر. بينما الحياة السوية لا تتم إلا في ظل الأمن والاستقرار، لما يكون موجود أمن يكون موجود استقرار، يكون موجود شغل، يكون موجود تدريس، يكون موجود استثمار، الناس ما تخاف. لكن لما يكون موجود تخويف وإرهاب وقتل الناس تخاف، حتى الإبداع ينقص، الإبداع يكون إبداع معارضة فقط في المنفى، مثلا رسام كبير ولا شاعر كبير ولا مغني كبير
وإلا اللي موجودين داخل البلد لازم يكونوا في ركاب الدولة، لازم يتملقوا، لازم يمدحوا الدولة، لازم. فتختلف الدولة الأموية عما قبلها وما بعدها في كون الإرهاب ملازما لها، يعني معتمد عليه. يعني لما تريد تعين والي في منطقة معينة ما تشوف كفاءة ذلك الوالي، مستواه العلمي، شجاعته، لا، تشوف إذا عنده نسبة عالية من القسوة تجيبه وتعينه. ولهذا مثلا كان واحد من المتكلمين اسمه الجعد بن درهم، متكلم يعني بهذا علم الكلام، يعني يتكلم عن القدر وعلى القضاء وعلى الجبر والتفويض، ما قدروا يقنعوه بالمناظرة. في يوم العيد في خراسان الوالي كان اسمه خالد بن عبد الله القسري، خطب يوم العيد وقال للناس: أيها الناس ضحوا، ضحوا يعني اذبحوا الأضحية، والأضحية هي يعني الأنعام أو البهيمة التي تذبح، بهيمة الأنعام اللي تذبح في العيد، سواء كانت غنم ولا معز ولا بقر، المهم ما يذبح في العيد يذبح بنية النسك، ما هو كبقية اللحم. يعني أنت الآن إذا تحب تذبح نعجة وتدعو ناس إلى وليمة، تروح تشتري أي نعجة وتجيبها تذبحها وتدعو ناس. أما إذا تريد تذبح للعيد لا، فيها شروط، ما يكون عندها مشكلة قرنها، ما تكون عمياء، ما تكون عورة، ما تكون مكسورة، لأنها مو بنية الأكل فقط، بنية النسك، بنية التعبد، ولهذا تكون فيها هذه الشروط هذيك. قال لهم: ضحوا فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما إلى آخر. قال لهم: أنتم اذبحوا الغنم والمعز وأنا راح أذبح شخص اسمه الجعد بن درهم في يوم العيد. وفعلها، ذبحه، يوم القيامة يتلاقوا، يقول له: منين جاك انت هذا تذبح انسان يوم العيد بعنوان، لانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما مثلا. ليش؟ يعني هو مجنون يقصد ان الله لم يكلم موسى تكليما، والقرآن يقول: وكلم الله موسى تكليما. لا، هذا انسان متكلم عنده قراءة تختلف وعنده تأويل يختلف. شوف هنا نفتح قوسين حتى نتكلموا على مسألة الإرهاب الفكري العملي الفعلي اللي موجود، مو اللي منظرين ليه كاتبين عليه نظريات. المفروض أن الناس لما يختلفوا كل واحد يقدم دليله، الدليل الأقوى هو اللي يظهر، وصاحب الدليل الأقوى ما عنده حق يجبر الناس على اتباعه: أنا على الحق وأنتم على الباطل ادخلوا في الصف. لا، يقيم الحجة، ما على الرسول إلا البلاغ. يعني مثلا أنا وشخص آخر، أنا أسلم له أنه يقتدي بالسقيفة ويرى أن أصحاب السقيفة هم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى خلافتهم شرعية، أسلم له بكل ما يريد، فأرتب الأثر وأشوف باللي عنده حق يفتح مسجد،
وعنده حق يلقي الخطب في المسجد، وعنده حق يعني يقوم بكل الأنشطة الثقافية المنسجمة مع مذهبه. المفروض هو أيضا يتعامل معايا بنفس الشيء، يقول هذا راجل يرى أن أهل البيت أحق بالخلافة، ويرى أنه آيات كثيرة نازلة فيهم، ويرى أن من كنت مولاه تفيد الحكم، ويرى ويرى، فيسلم لي مثل ما أنا سلمت له هو يسلم لي. واللي يحكم في الخلاف هو الله يوم القيامة، مو هنا الحكم النهائي أبدا. ينبئكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، بما كنتم فيه تختلفون، كنتم تختلفون في الدنيا لكن الحل النهائي هناك. فهنا يتحمل بعضنا بعضا، زين؟ فأنا نقول وأنت تقول، أنا نكتب وأنت تكتب، أنا نخطب وأنت تخطب، أنا نفتح قناة فضائية وأنت تفتح قناة فضائية، أنا عندي موقع وأنت عندك موقع، وكل واحد ملتزم بالشيء اللي هو ملتزم به. لكن عمليا هل موجود هذا؟ هل موجود؟ يعني الآن البلدان الإسلامية في شمال إفريقيا يقدروا بسهولة يفتحوا مركز ثقافي، وهم الشيعة ما يخلوهم، ما يخلوهم، يقولوا لهم هذا يشكل خطرا على عقائد الناس، وهي البارات مفتوحة والكباريهات مفتوحة والنصارى موجودين والشيوعيين موجودين، وحتى حتى جمعيات حقوق الحيوان ما يتكلموا مع أي واحد، يتكلموا مع الشيعة بس. افتح مركز ثقافي، افتح دانسينج، إلا الشيعة. طب لماذا إلا الشيعة؟ لأنهم كفار. هو هنا يغطي ضعفه، هو ضعيف قدام الدليل الشيعي، الدليل الشيعي كله قرآن، هو ما عنده قرآن، أحاديث أحد نسخ به القرآن، سمعت رسول الله يقول ما مع الأنبياء لا يورثون، القرآن يهتف وورث سليمان داود، أنت كافر. شوف كانش ما يعرفش يقول لك باللي هذا الحديث ينسخ هذه الآية، لأنه مو صحيح الحديث ينسخ الآية، هاي نظرية جابوها حتى يغطوا بها الضعف. الحديث ظني الصدور، ما هو قطعي، ما هو يقيني، الآية قطعية الصدور، كيف الظن ينسخ القطع والقرآن يقول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا؟ كيف كيف يصير الظن أقوى من اليقين؟ لا يمكن. هو يعرف هذا فيجي للأساس، مثل هذاك اللي يحب يمنع إنسان أن يتصل بالشرطة، يقطع له خيط التليفون من برا، ما يقدر يتصل بالشرطة، ما يقدر يتصل في حالة خطر، ما يقدر يتصل، يقطع له خيط. كذلك هؤلاء يقطعوا الأصل، يمارسون العنف والإرهاب بكل أشكاله، لفظي ومعنوي وجسدي فكري. البخاري فيه هذا الحديث في كتاب الأحكام، شوف مليح، عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام، يعني بعد وفاة يزيد، ووثب ابن الزبير بمكة، ووثب القراء بالبصرة، انطلقت مع أبي، هذا رأى أبو المنهال يتكلم، يقول انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي هذا صحابي، حتى دخلنا عليه في داره، فقال أبي، أبوه أبو أبي المنهال يخاطب الصحابي أبا برزة، يقول له ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ ماذا يجيبه؟ وش يقول له؟ يقول له إني احتسبت عند الله كأني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. شوف شو وقت يقول هذا؟ في سنة 65، نهاية 64 بداية 65 يقول هذا الكلام. هو المفروض يقوله 50 سنة قبل،
لأن الأصل هو قريش. الآن عرف الأحياء من قريش، بينما الأحياء من قريش خربوها في البداية. إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال التي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله شوف أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وآله حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. إن ذاك الذي بالشام يقصد مروان، والله إن يقاتل إلا على الدنيا. وإن هؤلاء الذين بين أظهركم زين، حتى تصلح إن يقاتلوا يعني ما يقاتلوا زين، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون، إذن بمعنى مع، إذن ما هي جازمة زين، إلا على الدنيا فقط. هذا اللي بالشام على الدنيا، واللي بين أظهركم على الدنيا. وإن ذاك الذي بمكة يعني ابن الزبير والله إن يقاتل إلا على الدنيا. الإسلام رسالة، الإسلام مو نظام شمولي مثل الشيوعية والإمبريالية وكذا يريد يحكم. الإسلام يريد يهدي. في هذه الهداية كين منهجان، منهج ينظم الحياة هنا، ومنهج ينظم السير والسلوك للنجاة، عبادات وأخلاق وكذا، ولا يمكن الاعتماد على أحدهما دون الآخر. اللي يتفرغ للدنيا وينسى الآخرة لا، هاي يصير مهم، ما عنده سلوك مسلمين. وأيضا اللي يتفرغ للآخرة دون الدنيا تخرب المجتمعات. إذا كان الناس مهتمين فقط بالآخرة، المجتمعات تحتاج إلى حركة، الحركة أيضا عبادة، مو العبادة فقط الركوع والسجود والصوم، لا لا، العمل نفسه عبادة. الكاد على العيال كالمجاهد في سبيل الله، عندهم نفس الأجر. جهاد أيضا، أنك تبني المجتمع وأنك تغني الناس عن الحاجة زين. هذان المنهجان مزجتهم في بعضهم الدولة الأموية، بحيث في المجموع يصيروا يشكلوا قداسة الحاكم. قداسة الحاكم يعني الحاكم يقدر يعصي من خلقه، لكن أنت ما تقدر تعصي الحاكم. فالحاكم يعصي من خلقه ويبقى موجود في الحكم باسم من خلقه وقد عصاه، وأنت كلمة تغلط بها والله حركة تغلط بها يستحل الحاكم دمك، لأنه مقدس وأنت مسست بالمقدس. لا بأس هو أن يمس بالمقدس ويقتل الأبرياء ويدفر عنه، هو لا بأس، أما أنت لأنه هو حاكم، أما أنت. وجعلوا من الطاعة عقيدة، عقيدة يعني أنت إذا ما تطيع الحاكم لا صلاتك مقبولة ولا صومك مقبول ولا حجك مقبول ولا جهادك مقبول. ولهذا طلع واحد في المدة الأخيرة منذ أسابيع نشروه على الفيديو، أنا الآن ما عندي الفيديو، يقول لو طلع الحاكم على شاشة التلفزيون يمارس الفاحشة نص ساعة كامل، ما عندك حق تعترض عليه. هو عنده حق يمارس المحرم على الشاشة وانت ما عندك حق تعترض عليه. هذا التفسير الأعور للإسلام خرج جيل مشوه. ولهذا 100 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كلها كانت دماء، كلها كانت دماء.
وقتل عثمان وقتل الإمام علي وقتل عمر، كان القتل في المحاريب، وقتل الإمام الحسين وقتل مروان وإن كان من طرف النساء لكن مات مقتولا، زيد قتل، مصعب بن الزبير قتل، ابن الزبير قتل بنو أمية بعضهم بعضا، يعني دمه، الحجاج يقتل بالألوف، خالد بن عبد الله القسري يقتل بالألوف، يعني شيء عجيب. هل هذا السلوك الدموي الرهيب يستمد قوته من دين الإسلام؟ يعني هل الإسلام يجيز للحاكم أن يقتل البشر كما يقتل الذباب فقط لأنهم ثاروا عليه؟ يعني معقولة هذه لها أساس في الإسلام؟ لا والله ما لها أساس، ولكن لما مارسها الحكام وسكت في مقابلهم العلماء صارت سيرة مقبولة. يعني تشوف كيف قتل زيد، قتلته الدولة الأموية في أيام هشام. زيد هذا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، كان يعيش كبقية الناس، أبوه الإمام السجاد عليه السلام. فإجا مرة مع الوفد أهل المدينة يفيدون على الحاكم، يجون وفود وإلا يعتبرهم متمردين، فجمع يعني وفد دخل على هشام، أساء معاه هشام الأدب في الكلام، وبعدين يسمع واحد يسموه خالد بن سلمة الفأفاء. خالد بن سلمة الفأفاء هذا مخزومي وزنديق، كان يقرأ الأشعار اللي قريش هجت بها النبي صلى الله عليه وآله أيام الحرب الإعلامية، يعني قبل فتح مكة. الهجاء هو صنف من الشعر، الشعر كاين شعر يقال في وصف النساء وعشق النساء يسموه النسيب ويسموه الغزل، وكاين شعر يقال في التهجم على الناس يسموه الهجاء، وكاين شعر يقال في مدح الرجل يسموه المدح ويسموه المديح، وكاين شعر يقال لما الإنسان يموت يقولوا فيه شعر يسموه الرثاء. فعندك الرثاء وعندك الغزل والله النسيب وعندك الهجاء وعندك المدح، زين. فقريش كانت تهجو النبي تسبوا بالشعر، بعد فتح مكة راح هذاك الشعر اندثر. لما رجعوا بنو أمية وحكموا باسم الإسلام في مجالسهم الخاصة يقدروا يشربوا خمر يقدروا يتكلموا، فيحبوا يسمعوا الأشعار التي هجي بها النبي. فكأن خالد بن سلمة الفأفاء ما التفت إلى أن زيد موجود. زيد يسمع في الأشعار التي هجي بها النبي، قال له ماذا تقول أنت؟ قال له هشام الخليفة، قال له ما يا زيد هذا ضيفنا خليه يتكلم. خرج من عنده زيد وقال ما أحب أحد الحياة إلا ذل، هذو يهجون النبي، هذو يستحقون أن يخرج عليهم الإنسان. بعد المعركة وقتل، فأصحابه حتى لا يمثل به حتى ما يجيبوه بنو أمية ويصلبوه كذا دفنوه وأجروا الماء فوقه، يعني جاءوا ساقية ولا جدول فيه الماء فدفنوه تحته وقفوه الماء مؤقتا ثم حفروا له ثم عودوا رجعوا الماء. واحد ما يخطر بباله أنه كاين واحد مدفون تحت الماء، لكن كاين واحد شافهم فراح عند هذاك يوسف بن عمر زين الثقفي، زين هو كان والي هشام للعراق، راح له وقال له جاءوا للمكان ونبشوا
وخرجوا زيد وصلبوه على شجرة، وبعد مدة نزلوه وحرقوه وطحنوه ورماوه هذاك الرماد. وين رماوه؟ رماوه في الفرات. بالله عليكم، هذا شغل تاع مسلمين؟ تصلب واحد من ذرية النبي ثم تنزلوا وتحرقوا وتطحنوا، موجود هذا في الإسلام؟ ولكن فعلوها. فصفة الإرهاب عند بني أمية غير قابلة للدفاع. وأنا ظاهرا الشيخ الزعبي موجود معنا على الخط، الله يحفظه. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله أستاذ عبد الباقي، الله يسلمكم فضيلة الشيخ. هذا السمة، هذا الصفة القوية الراسخة عند بني أمية في ممارسة العنف بذاك الشكل الرهيب، يعني مردها إلى أي شيء؟ يعني ما هو السبب اللي خلي الناس من جهة يحكموا باسم الإسلام ومن جهة يمارسون ممارسات أكفر الكفار ما يمارسها فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، وعلى من اتبعه بإحسان من أصحابه وسائر المؤمنين إلى يوم الدين. يعني بنو أمية كما قال عمار رضي الله عنه: والله ما أسلم ولكن استسلم، فلما وجدوا على باطلهم أعوانا أظهروا أنفسهم أو أظهروا كفرهم. بهذا المعنى الحقيقة، يعني أنه هذه الفئة الطاغية في التاريخ الإسلامي مستعدة أن تتذرع بأي شيء. يعني عبد الرحمن بن عديس البلوي أو بن عديس البلوي حين كانوا يقتلونه بعد أن قبضوا عليه، قال لهم: أنا من أصحاب شجرة الرضوان، من أصحاب بيعة الشجرة. فكان جوابهم: الشجر في الجبل كثير. يعني شجرة الرضوان التي يتبجحون بها دائما ويقولون هذا من من بايع تحت الشجرة وهذا من من بايع، هنا يقول لهم هذا الرضواني: أنا من أصحاب بيعة الشجرة. فكان جواب بنو أمية، عسكر بني أمية: الشجر في الجبل كثير. يعني ما سخرية من هذه الشجرة. بنو أمية لا يبالون بأي بقداسة أي شيء ولا بقيمة أي شيء، يقدسون ما يكون تقديسه في مصلحتهم، ولكن بعد ذلك مستعدون لاقتراف أي جريمة. يعني طبعا نحن حين نتحدث عنهم ليس من باب التشفي بهم، فكل المظلومين سيتشفون بهم يوم القيامة. لكن الحقيقة أن تبرير الظلم هو الكارثة. يعني لو دخلت مثلا إلى المعاهد الشرعية الإسلامية، معظمها، لا يعني لا أستطيع أن أقول كلها، مع أني لا أعرف معهدا شرعيا ربما طرحت فيه حصص العقيدة وحصص الخلافات الكلامية إلا وذكروا ما تفضلتم به من استشهاد الجعد بن درهم بانتشاء. يعني قصة خالد بن عبد الله القسري الذي وقف وخطب بواسط وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، وذبحه عند المنبر في صلاة عيد الأضحى. هذه القصة طبعا للأسف لو أردت أن أعدد الكتب التي ذكرت فيها هذه القصة، كتب ابن تيمية، مجموعة الرسائل، درء التعارض، رسالة الصفدية، بيان تلبيس الجهمية، كتب ابن تيمية ذكرها في مواضع عدة، البخاري يقولها في التاريخ الكبير في خلق أفعال العباد، المزي ينقلها في تهذيب الكمال، ابن كثير في البداية، كتب التاريخ الكامل في التاريخ، تاريخ الإسلام للذهبي، سيرة، يعني ما أريد أن أقوله، كل هذه الكتب لا تجد في كتاب واحد إنكارا لهذه الجريمة الفظيعة. إذن الحديث عن الجرائم بانتشاء
هو الذي يجعلنا يعني نتقبل الإجرام ونبني على أساسه، وبعد أن تقع الواقعة نقوم فنستنكر ونقول نعوذ بالله مما يفعل هؤلاء أو هؤلاء. هؤلاء إفرازات مثل هذه الروايات التي تنقل في المعاهد الشرعية وفي الجامعات الشرعية في حصص العقيدة، في كل حص في كل مادة عقيدة تقريبا في كل الجامعات ينقلون هذه القصة بانتشاء، بفرح، بتأييد، بثناء على فعل خالد بن عبد الله القصري، لمجرد أن الجعد بن درهم قال لهم كذبتم، لستم أنتم قدر من الله، أنتم ظلمة وأنتم طغاة. ولذلك يعني نشأ الصراع وصاروا يقولون هذا قدري وهذا قدري. الحقيقة أنه ما هو ليس هناك فرقة اسمها القدرية، الذين سموا بالقدرية هم الذين رفضوا قولة معاوية لعائشة ولابن عمر حين قال لهم وإن أمر يزيد قضاء من الله. الحسن البصري رحمه الله حين دخل إليه عطاء بن يسار ومعه واحد آخر يقولون له عن حكام بني أمية إن هؤلاء يسفكون دماءنا ويقولون إنما ذلك بقدر بقضاء وقدر من الله، فقال كذب أعداء الله. فتجد في بعض كتب العقائد قالوا وبذلك طعن على الحسن بأنه الحسن البصري طبعا بأنه قد أفسد عليه عقيدته عطاء بن يسار إلى آخره. فإذا الحقيقة القدرية ليست فرقة حقيقية، القدرية فرقة وهمية، كل واحد رفض أن يستسلم لظلم بني أمية ولطغيان بني أمية ورفض أن يعتبرهم قضاء من الله لا مرد له، بل قام بواجبه الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. لذلك يعني أعود وأقول هذه الجرائم جرائم فظيعة لكنها تاريخ عبر. الكارثة إحياء هذه الجرائم، المشاركة في الدماء. يعني حين يأتي من يبرر لمعاوية إحراق محمد بن أبي بكر في جثة حمار، قتله لحجر بن عدي لمجرد أنه رفض أن يبرأ من سيدنا علي عليه السلام، إرساله لعبد الرحمن العنزي إلى زياد بن أبي فدفنه حيا، يعني القضية ليست قضية يعني أنا لا أستطيع أن أدخل معاوية الجنة إذا كان الله سيدخله النار، ولا أستطيع أن أدخله النار إذا كان الله سيدخله الجنة، ليست قضيتي. لكن تبرير الجريمة، تبرير هذا الطغيان بهذا الشكل هو الذي يجعل قضية العدل قضية مائعة في ثقافتنا في فكرنا، هو الذي يجعل قضية الظلم قضية مستساغة، قضية مستحبة، قضية مقبولة، لأنه هذا سلف الأمة. وأين معاوية يعني من صحابة رسول الله؟ متى صاحبه الذي حاربه 10 سنوات؟ كيف يكون صاحبه؟ بل 23 سنة حتى من قبل الهجرة إلى المدينة هو وأبوه أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يصبح هو الصحابي، ونستنكر كل يعني نستنكر محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، نستنكر حجر بن عدي، نستنكر يصبح يعني كل الناس ملومين باستثناء معاوية، ونسقط الجميع الصالحين العباد. يعني حجر بن عدي رضي الله عنه يقول الحاكم في مستدركه على الصحيحين راهب الصحابة، يقول باب ذكر مناقب حجر رضي الله عنه راهب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة عبادته ولكثرة ورعه، والكل يقر بأنه من العباد، حتى من أنكروا صحبته وإن كان بعد ذلك استقر عند الجميع. يعني كل من كتبوا بعد ذلك في الصحابة كابن حجر أو كابن الأثير أو كل الذين بعد ذلك يعني استقروا بغض النظر، حتى لو قلنا من التابعين، حتى من قالوا بأنه من التابعين قالوا من العباد الصالحين، ما قال أحد بأنه بعدين كلهم يسمونه الشهيد. فكيف يكون
الباغي والخارج عن أمر الأمير شهيدا. لو أن العلماء يقرون بجريمة معاوية، طبعا الجمهور يقول اجتهد فأخطأ، لم يصوبه أحد إلا هؤلاء الذين خرجوا في المتأخرين، يمكن ابن العربي. طبعا ابن العربي اعتبره علماء السنة شاذ في كتابه العواصم من القواصم، والكل أنكر عليه هذا الكتاب الذي اعتبر فيه أن الحسين عليه السلام قتل بشرع الله وقتل بسيف جده، وأن قتلته نفذ حكم الله. أتى بشيء يعني ما سبق إليه، إليه بعد ذلك استند ابن تيمية، وبعد ابن تيمية جاء هؤلاء إلى أن وصلنا إلى هؤلاء المعاصرين. لكن جمهور علماء السنة لا يقرون بجريمة معاوية، قد يقولون اجتهد فأخطأ، لكن لا أحد يقول أصاب وهو محق. ولكن في قضية خالد القسري للأسف يعني أجد أن الأغلبية يروونها بانتشاء، لأنه يعني الجعد بن درهم المسكين وغيلان الدمشقي، هؤلاء المساكين ما وجدوا لهم شفيعا. شكرا شكرا. نعم. فضيلة الشيخ. فمعنا الأخ الشريف عبد العزيز. الشريف معنا الشيخ أبو عائشة؟ ها بعد قليل إن شاء الله ينضم إلينا. زين. فيعني مثل ما قال فضيلة الشيخ، يعني هذا إنسان يقتل يذبح عند المنبر في يوم العيد من طرف الوالي، هذه جريمة، ولكن لم يستنكرها أحد من المؤرخين ولا من الفقهاء. فلما يجي واحد غير مسلم مستشرق ويقرأ على هذه الجريمة ويتصفح الكتب، ما يشوف أي واحد أنكرها. ما هي الصورة اللي يحملها عن الإسلام والمسلمين؟ هذا إنسان طارح فكرة، فكرته صواب أو خطأ هذه مسألة ثانية، لكن الفكر يواجه بالفكر. ناظروه إذا قدرتوا عليه وما حب يرجع هذا معاند، أما ناظروه، لكن هم كيف يستطيعون أن يناظروه وهم ليسوا من أهل العلم؟ الدولة الأموية لم تفتح مدارس، الدولة الأموية لم تستفد من الصحابة والتابعين لنشر قيم الإسلام اللي حفظوها على النبي صلى الله عليه وآله، لا قولا ولا عملا. يعني سؤال يطرح نفسه أن هذه مسألة كلامية تحل بين الكلاميين، فما معنى أن يتدخل الحاكم ويحل الخلاف بين المتكلمين بالذبح؟ ما عالج المسألة، والدليل أننا نتكلم عليها بعد 14 قرن تقريبا، ونحن نتكلم عليها الآن. خالد بن عبد الله القسري هذا الشيء كان في سنة 100 وشيء، زين، وبعد مرور 13 قرن لازلنا نتكلم على القضية كأنها وقعت البارحة. العنف مقابل البحث العلمي، العنف مقابل الثورة، العنف مقابل الاستنكار، يعني فقط العنف. هل جاء الإسلام بالعنف؟ طبعا لا، الإسلام حارب كل أشكال العنف، العنف مع الجار، العنف مع الأقارب، العنف مع الزوجة والأولاد، العنف مع الرعية، كل أشكال العنف حاربها وذمها الإسلام. لكن دولة بني أمية قدست العنف، فلما يكون الإسلام يحارب العنف ودولة بني أمية تقدس العنف، هل يكون من حقنا نحن أن ننسب هذه الدولة إلى الإسلام ونقول أنها إسلامية وهي لا تلتزم بالإسلام؟ احنا ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وآله رأى في عالم الرؤيا بني أمية، يعني بني العاص، في رواية يتعاورون منبره، وفي رواية ينزون على منبره نزو القردة. تقول الرواية ف
فلم يرى مستجمعا ضاحكا حتى توفي صلى الله عليه وسلم. يعني من يوم هذه الرؤيا إلى أن توفي صلى الله عليه وآله ما شافوه الصحابة مبتسما. وإحنا ما نعرف هذه المدة ما بين اليوم اللي شاف فيه الرؤيا وبين اليوم اللي توفي فيه، ما نعرف المدة. كل ما نعرفه أنها يعني متزامنة مع نزول سورة الإسراء، فممكن يستنبط من نزول سورة الإسراء أن هذه القصة كانت مثلا سنة قبل وفاة النبي صلى الله عليه، أكثر زين، أكثر سورة الإسراء أكثر من سنة، زين ليس أقل من سنة، لأن السنة الأخرى نزلت فيها إذا جاء نصر الله، ونزلت فيها المائدة، ونزلت فيها سورة التوبة، وسورة رابعة لا تحضرني الآن. نعم، في السنتين الأخرين ما نزل أكثر من 4 سور. ويبدو أن الشيخ عبد العزيز الشريف موجود معنا على الخط. مرحبا فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الباقي، كيف حالك؟ الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. كل عام وأنتم بخير، ونهنيكم بمقدم شهر رمضان المبارك إن شاء الله. يعني فضيلة الشيخ هذه أحيي الشيخ محمد الزعبي، حياكم الله سماحة الشيخ محمد الزعبي. نعم، بارك بكم الشيخ. جاوب. نعم، فإحنا نريد، تفضل دكتور. نعم، إحنا نريد نفهم، يعني معالجة دولة بني أمية للقضايا الدينية بالعنف، هذا خلاف طبيعة الأمور. مسألة كلامية يتدخل فيها الوالي ويذبح الشخص المعني ويتصور أنه حل المشكلة. الناس اللي يروون في فضائل أهل البيت يتتبعهم معاوية ويقتلهم. يعني هل عقلا ومنطقا، هل هذا سائغ أن تحل القضايا العلمية سواء معتقدات ولا شبهات، أن تحل بالسيف والذبح والدم؟ يعني لماذا؟ يعني ألم يكن هناك أي حل آخر؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين وصحابته الميامين ومن سار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا. أولا في البداية أحييك أخي عبد الباقي، وأقول لك شهر مبارك رمضان كريم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق والقبول. في البداية الشيخ عبد الباقي بارك الله فيك، الله سبحانه وتعالى عندما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله للبشرية هاديا ومبشرا وسراجا منيرا، وكما تعلم الله سبحانه وتعالى أمر رسوله بالجهاد، والجهاد نوع من أنواع العنف، لأن الإسلام إذا أراد الإنسان أن يستقيم هذا الإسلام وأن يكون قويا متينا فلا بد أن يواجه الذين يريدون تعكير الصفو، الذين يريدون إضعاف هذا الدين وإذلال هذا الدين، وأيضا زعزعة الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يطيعني، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن يعصيني فقد عصى الله سبحانه وتعالى. هذه الأحاديث الكريمة التي يرويها لنا النبي صلى الله عليه وآله وينشرها لنا يريد منا أن نكون أمة مستقرة، أمة تقوم بواجبها تجاه دينها وتجاه شريعتها التي نحن مؤتمنون عليها. دولة بني أمية ائتمنت على هذه الشريعة، وائتمنت على هذا الدين، وائتمنت على سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودعت إلى الله عز وجل وإلى دينه. فيأتي من يأتي يا دكتور عبد الباقي يريد أن يفرق هذه الوحدة، ويريد أن يزعزع الوحدة
ويريد بارك الله فيك أن يبث الفرقة بين المسلمين، ويأتون بأفكار هدامة وبآراء مخالفة وبرؤى بعيدة كل البعد عن منهج الإسلام وعن منهج دين الله عز وجل وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل تريد من ولي الأمر أن يسكت على هذا الشيء، أو أنه يجعل الناس يخوضون في أشياء بعيدة كل البعد عن منهج الله وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن مأمورون بالتمسك بالكتاب والسنة. هل في الكتاب والسنة دعوة للعنف؟ هل في الكتاب والسنة دعوة إلى أننا إذا أردنا أن نجعل هذا الدين قويا متينا أننا نتهاون في بعض الإجراءات وفي بعض الإصلاحات وفي بعض من أراد أن يفرق هذا الدين وأن يفرق الوحدة ويفرق الجماعة؟ لا يا أخي، القرآن العظيم يدعونا إلى أن نضرب بيد من حديد، وأيضا يدعونا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، والله أمره بالجهاد، والجهاد نوع من أنواع العنف، لكن عنف تجاه أعداء الله، تجاه الذين يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يبثوا سمومهم في المجتمع الإسلامي. فلهذا أمر الله عز وجل رسوله بقتالهم، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالضرب من يد من حديد على هؤلاء المخالفين الذين يريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين ووحدتهم وأن يشتتوا شملهم. لو قرأنا القرآن لوجدنا أن فيه قوة وفيه صلابة وفيه دعوة إلى نبذ الفرقة ودعوة إلى لم الصف والشمل. ولهذا الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دولة بني أمية سعت إلى الوحدة الإسلامية، وسعت إلى التفاف المسلمين، وسعت إلى أن نقوم بدين الله عز وجل وأن نسعى في نشره وأن نهدي الناس إليه. وهذا الذي أمرنا الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فعندما يأتي من يأتي يا دكتور عبد الباقي ويريد أن يفرق هذا الوحدة، ماذا نفعل به؟ هل نرحب به؟ هل نقول حياك الله، افعل ما تريد، افعل ما شئت؟ لا، لو فعلنا كذا لكانت الأمور سبهللة، ولضاعت بيضة الإسلام، ولضاعت الدولة الإسلامية، ولخرج علينا من خرج. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم حجم أمر الخروج على ولي الأمر، حجمه أيما تحجيم. وهذا يدلك على أن الإسلام يدعو إلى الوحدة والالتفاف على ولي الأمر. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أصاب، يعني ولي الأمر في حديث البخاري، فإن أصاب فله أجر، وإن أخطأ فعليه الإثم. يعني هو آثم، لكن لا نخرج عليه بأي حال من الأحوال حتى لا تضيع بيضة الإسلام والمسلمين. فنحن نريد لعالمنا الإسلامي ولمجتمعنا الإسلامي أن يكون أمة واحدة، أن نكون مجتمعين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بالاختلافات الجوهرية التي لا تتسبب في زعزعة الأمن أو الفرقة. بنو أمية عندما ولاهم الله عز وجل أمر الإسلام وأمر الدولة الإسلامية، هم عندهم مستند من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أعتقد أن أحدا سيتصرف من تلقاء نفسه ويقول أنا أفعل كذا وكذا مجرد هوى، لا حاشا وكلا. ففيهم العلماء، وفيهم المصلحون، وفيهم الدعاة، وفيهم الصحابة. فمعاوية بن أبي سفيان هو صحابي جليل أسلم في صلح الحديبية، ومن قال أنه من الطلقاء فعليه بالدليل. معاوية بن أبي سفيان ليس من الطلقاء، بل هو من الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إسلامهم إسلاما متقدما، بل إنه كان مؤمنا ولكن كان يخفي إسلامه في مكة. فلما يريد بنو أمية للأمة الإسلامية أن تكون مجتمعة وأن تكون متحدة على شرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي من يريد أن يخرج عليها، هذا لا نحبذه بأي حال من الأحوال، ولا أحد يقول به، لا قريب ولا بعيد. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يحجم أمر الخروج
ماذا يريد من هذا الشيء؟ يريد الوحدة الإسلامية ويريد الاجتماع وعدم الفرقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفرقة وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني عندما يضعف المسلمون وتضعف بيضتهم وقوتهم تتهاوى عليهم الأعداء، كما قال صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله نحن قليل، قال أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني ما في عمل، ما في اقتداء، ما في اهتمام ولا حرص على الوحدة الإسلامية وعلى الاجتماع. فبنو أمية عندما تقول أن معاوية قتل أو أن قتلوا عبد الرحمن بن عدي البلوي أو قتلوا حجر بن عدي أو قتلوا عبد الرحمن بن حنبل الخزاعي، هل هؤلاء الذين قتلوا هواء؟ هل هؤلاء الذين قتلوا يعني رغبة في القتل؟ لا والله، إنما هو حفاظ على الإسلام والمسلمين. وأيضا هناك مستند من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في كتاب الله الله عز وجل يحرم أمر الخروج على ولي الأمر. لماذا؟ لأن في القرآن يقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية تدل على أن ما أمرنا به الرسول علينا أن نأتي به قدر استطاعتنا، وما نهانا عنه يجب علينا أن ننتهي فورا. والرسول صلى الله عليه وآله نهانا عن الخروج على ولي الأمر وأن ننابذه الخروج وأن نتسبب في رقة المسلمين وابتعادهم عن الصف الواحد وأن نتسبب أيضا في زعزعة الأمن والاستقرار. فالقرآن يدعون إلى الوحدة ويدعون إلى الالتفاف ويدعون إلى عدم الخروج حتى يأتينا من يأتي، ولو كان ذا قامة وذا مكانة، عالم أو شيخ أو أي كان يريد أن يخرج على ولي أمر المسلمين ويريد أن يزعزع أمن المسلمين ويزعزع وحدتهم، هذا جزاؤه في الشرع أن يقتل. لماذا؟ لأنه أراد أن يفرق الوحدة. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقتلوه كائنا من كان، يعني أي شخص، لم يحدد أحدا، أيا كان يريد أن يخرج على إمام المسلمين أو يريد أن يفرق وحدة المسلمين أو يتدخل في صفهم، فهذا جزاؤه ومصيره القتل لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله. فعندما يقتل من يقتل لا يقتلون هكذا هواء، وإنما يقتلون بأسباب شرعية هم السبب في أنفسهم. هل نفعوهم من خرجوا لأجلهم؟ هل نفعوهم من تسببوا في خروجهم؟ بعض الناس للأسف تأتيه لوثة فكرية أو لوثة عقدية في عقله فتجد لا يفرق بين الصح والخطأ. ولهذا علينا أن نأتي إلى كتاب الله وأن نفتح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلاحظ فيها الأمور التي تدعو إلى الاستتباب وتدعو إلى الأمن وتدعو إلى الاستقرار وتدعو إلى الوحدة. يا أخي القرآن كله يدعو إلى الوحدة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. شكرا فضيلة الشيخ. حتى ما نظلم الشيخ الزعبي، صار لك مدة تتكلم زين، وفضيلة الشيخ يعني لابد أن يجيب على الأقل على بعض ما ورد. فضيلة الشيخ في كلام الشيخ أبي عائشة ما يفيد أن بني أمية كانوا يمارسوا القتل دفاعا عن الإسلام، هذا صحيح فضيلة الشيخ؟ يعني الإسلام ليس أبا جهل، أبو جهل من مارس القتل دفاعا عن دينه، أما الإسلام يعني حين استنكر على الآخرين أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، حين استنكر على الآخرين وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، لا يحاسب الناس على عقائدهم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يعني هناك مغالطات كثيرة وردت في كلام الأخ أبو عائشة. يعني لا أريد أن أقف عند إسلام معاوية في الحديبية، هذا ما أقره عليه أحد، حتى ابن تيمية يعني يقول بأنه أسلم عند فتح مكة.
فرواية يعني ليست صحيحة طبعا أنه أسلم عند الحديبية، فهو من الطلقاء. يعني ابن تيمية اللي متعصب لمعاوية يقر بأنه من الطلقاء. هذه نقطة. يعني في كتاب الفتاوى يقول إمام معاوية بن أبي سفيان، يقول هو رضي الله عنه ثابت بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم على ذلك، كإيمان أمثاله ممن آمن عام فتح مكة، مثل أخيه يزيد بن أبي سفيان ومثل سهيل بن عمرو وكذا، فإن هؤلاء يسمون الطلقاء فإنهم آمنوا إلى آخره. يعني حتى ابن تيمية المتعصب لم يقل ذلك. فيعني لماذا هذا التعصب؟ لا أعلم. بعدين مشكلة سماحة الشيخ الذي أحييه، فاتني أن أحييه لأنه ما كنت عارف أنه هو موجود معنا. مشكلته أنه يتصور أن العقوبة الوحيدة في الإسلام هي القتل. ليش؟ لأنه هو أحب بني أمية، وأسأل الله أن يبصره بواقعهم، لأنه يعني فعلا شيء خطير أن نبرر الجرائم نشركهم. ما لي ولهذا الدماء أشرك نفسي به؟ لماذا أتحمل حجر رضي الله عنه الذي معاوية حين كان يغرغر، كما قال ابن سيرين وكما قال الطبري وكما نقل ابن كثير، وهو يغرغر كان يقول إن يومي من حجر لطويل، كان خائف من لقاء حجر يوم القيامة. فليش نحن نحمل هذا الحمل؟ اتركه يحمله لوحده. هذه نقطة. نقطة ثانية، من قال بأن القتل هو العقوبة الوحيدة؟ بنو أمية يقتلون بالشبهة لأي شيء، هل استحق حجر القتل؟ حاشا. من قال أن كل من أمر الحاكم بالمعروف ونهاه عن المنكر هذا يفرق جماعة المسلمين وهذا يشتت الأمة؟ ما هذا التصور؟ إذا لنرد على رسول الله، وما آتاكم الرسول فخذوه. هو يقول آتانا الرسول فقال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فإذا هذا إمام جائر. معاوية، يزيد، خلفاء بني أمية بشكل عام، ربما عمر بن عبد العزيز أقل أو أعدل من البقية، أو لكن بشكل عام خلفاء بني أمية جورة، ظلمة، طغاة، يقتلون بالشبهة. يعني هل الحسين عليه السلام فرق شمل الأمة؟ هل هو يرى ذلك؟ إن كان يرى ذلك فهذا قول الكرامية وليس قول أهل السنة والجماعة. هذا قول الكرامية. أهل السنة والجماعة كما قال ابن عماد الحنبلي في شذرات الذهب، قال اتفقوا على تحسين خروج الحسين على يزيد وعلى من كان مثل يزيد، اتفقوا على تحسين خروجه. وإلا فالقرآن يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هل يريد من الأمة أن تصبح غنم أمام الحاكم؟ هل أتى الإسلام بديكتاتورية الحاكم؟ لا خير فيكم إن لم تقولوها، هكذا كان يقول بعض الحكام، ولا خير فينا إن لم نسمعها. فإذا لابد أن يقول له اتق الله، بينما عبد الملك بن مروان من قال لنا اتق الله ضربنا عنقه. فإذا الحقيقة بأنه هذه الدكتاتورية ليست من الإسلام. بعدين الحدود، ادرأوا الحدود بالشبهات. لا يصح أن يثبت حد إلا بدليل قطعي، مش والله خلص حديث ظني من بدل دينه فاقتلوه. ما لكم أديان الناس؟ يعني إذا كان أنا أتيت إلى القرآن الكريم سأجد الكثير من الآيات التي ذكرت بأنه هناك أناس كفروا، سمتهم كفار، والله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. كفرتم بعد إيمانكم، لم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
يعني من أين يكون العنف من الإسلام؟ يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كل هذه الآيات التي نزلت في فترات زمنية متعاقبة ومختلفة، في عدة أزمنة، حتى ما يقول هذه منسوخة وهذه منسوخة، كل هذه الآيات، لماذا لم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لو كان في قتل ما كانوا جرأوا يقولوا آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم؟ كل هؤلاء يعني إذا كان بدي أدل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، طب وين القتل؟ لماذا لم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه القضية تحتاج إلى مراجعة. ما قتل مرتد في التاريخ الإسلامي إلا قتلا سياسيا، ما قتلوا الجعد بن درهم لأنه والله هو عنده عقائد منحرفة، قتلوه لأنه يعارض السياسة. قتل المعارضين ليس من الإسلام، لا يجوز أن نشوه الإسلام بهذا الشكل. كل نظام يقتل المعارضين فهذا نظام ديكتاتوري ظالم طاغي باغي، هذا الواقع، هذا واقع الملوك والأنظمة. وكل كان المنافقون يقولون كلام خطير جدا في عز الأزمة، في صعوبة الأزمة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. في هذه الظرف الصعب القلوب في الحناجر، حتى المؤمنون بدأوا يظنون لشدة الخوف والرعب من فوقهم من أسفل منهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ليش ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في أصعب الظروف؟ يعني هون كان ممكن الأمة تنهار، العدو من الخارج كثير جدا وكثيف جدا ورعب وخوف، وخرج هؤلاء ليقولوا وليقولوا. وعلى فتوى الشيخ أبو عائشة خطأ أخطأ النبي لأنه تركهم يفرقون جماعة الأمة وكذا. ماذا فعل حجر بن عدي؟ قال له الصلاة الصلاة، هذا ما فعله. قام يقول له الصلاة لح يأذن العصر وهم يقولون بعدم الجمع مثلا، فإذا لح يفوت وقت الظهر، هناك فريضة ستضيع. قام يأمر بالمعروف. حتى الذهبي رضي الله حتى الذهبي يقول عن حجر بن عدي رضي الله عنه، يقول كان أمارا بالمعروف، كان مقداما في 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 إنكار المنكر. الذهبي يشيد بأفعال حجر بن عدي تلميذ ابن تيمية. فإذا الحقيقة يعني لا يصح أن يعني نذم أبطال الأمة وشجعان الأمة الذي كان يصلي في آخر عمره في قبل أن يقتل وقال أخشى أن لم يطل صلاته، وقال صليت غيرها كثير ما في داعي للإطالة، حتى لا يقولوا بأنه حجر خائف من القتل. قال له مد عنقك، بده يقطع له عنقه، قال له مد عنقك، قال له لا أعينك على معصية الله، فضربه على عنقه من دون أن يمد عنقه لآخر لحظة يفكر بالحكم الشرعي. هذا تقارن بمعاوية أو بيزيد أو بهؤلاء الطغاة الذين قاتلوا رسول الله وفعلوا ما فعلوا بكل حقد، بقوا يقاتلون الذي لعن رسول الله أباه، اللهم لعن أبا سفيان ولعن معاوية. وهذا لا أريد أن أفتحه الآن، لعله بعد رمضان نعمل حلقات إن أحببتم لنرى ما صح من أحاديث. فإذا لا يصح أن نضحي بهذا الراهب العابد التقي الذي أقر كل العلماء بصلاحه وعبادته وأشادوا بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني لا أعلم هل الدفاع عن معاوية وذم حجر بن عدي كلام أهل السنة والجماعة؟ الدفاع عن معاوية ربما، لكن يقولون أخطأ، لا يقولون أصاب. هو ندم، ما نقله الطبري وابن كثير ندم. هلأ طبعا أنا لا أعلم إن كان واحد مثله يندم أم لا، لكن بحسب ما يلزم به نفسه الأخ أبو عائجة بأنه يجب أن يلتزم بأنه معاوية يقر بغلطه. حتى عائشة رضي الله عنها حين قالت له أين ذهب حلمك، قال حين ابتعد عني مثلك، يعني هو يعرف بأنه هو غلطان، عم يجاوب طبعا جواب سياسي مخادع كعادته
أنه أنت ليش بعيدة عني؟ نعم. لما بعدتي عني سبتكتب هكذا كبير. شكرا. حتى قال لها اتركيني وحجر يوم القيامة اخر همه. شكرا. يعني أنا أعرف، أنا أعرف بعض الفساق، ربع دقيقة. نعم. أعرف بعض الفساق لو قلت له هذا لا يجوز يقول لك يا أخي نتقابل بالآخرة. هذا كلام الفساق عندنا الزعران وكذا، ياخذ لك حقك تقول له انت، يقول لك بتقابل بالآخر. قال له دعيني وحجر يوم القيامة، مغلط معك شيء؟ قلت له لا. قال له خلص مالك وما الحجر. هذا نعم. جوابه. شكرا. شكرا بكل استهتار واستهتار. شكرا فضيلة الشيخ. مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل إن شاء الله. مرحبا مشاهدينا الكرام، وفي هذا الحديث اللي ذكرته اللي هو موجود في صحيح البخاري في كتاب الأحكام، أنه كلهم يتقاتلون على الدنيا. على أبو برزة الأسلمي صحابي، هو يقول كلهم يتقاتلون على الدنيا. زين، إن ذاك الذي بالشام والله يقسم، والله إن يقاتلوا إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. فلما يكون هؤلاء جميعهم يقاتلون على الدنيا، فمشكلة أن الدعية لهم نحن أنهم يقاتلون دفاعا عن الإسلام. فضيلة الشيخ أبو عائشة، هذا أبو برزة الأسلمي صحابي، يعني هو أقرب إلى الأوضاع مني ومنك، فهو يقسم أنهم الجماعة في زمانه يتقاتلون على الدنيا في زمن بني أمية. ما رأيك في قول أبي برزة الأسلمي فضيلة الشيخ؟ أحسنت يا دكتور عبد الباقي، بارك الله. إذا سلمنا بارك الله فيك أن قول أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه قال يقاتل من أجل الدنيا، من الذي يقاتل من أجل الدنيا؟ لو كانوا يقاتلون من أجل الدنيا أو كانوا يحرصون على الدنيا لما فتحوا الفتوحات وقدموا أنفسهم في سبيل الله دفاعا عن الدين وعن الإسلام وعن المنهج. يا دكتور عبد الباقي، دولة بني أمية وصلت إلى أماكن لم يصل إليها أحد، وصلوا حتى إلى وين؟ محيط الأطلس، محيط الهادي، وصلوا إلى المغرب، وصلوا إلى فاس، وصلوا إلى حدود الصين، يعني مشوا العالم كله فتوحا في سبيل الله. فضيلة الشيخ أبو عائشة، يا فضيلة الشيخ أبو عائشة، نابليون تفضل. نابليون في فتوحاته ملك نصف الأرض. احنا ما نتكلم على الفتوحات، احنا نتكلم على الدين. هذا صحابي اسمه أبو برزة الأسلمي يقسم بالله إنهم كلهم يقاتلون على الدنيا. هل تعتقد أنه قاعد يفتري عليهم هذا الصحابي والصحابة كلهم عدول؟ هل هذا الصحابي يكذب على بني أمية؟ تفضل فضيل الشيخ. يا دكتور، نحن لا نقول أن الصحابي يكذب على بني أمية، أو نحن ننظر في حال بني أمية. يعني قد يكون هذا أبو برزة الأسلمي قد قال هذا القول لشخص ما أو لناس ما، لكن هل هو يقصد دولة بني أمية التي خرج منها العباد والجهال والعلماء والدعاء والمصلحون؟ هل يأتي ويقول أنهم يقاتلون من أجل الدنيا؟ يثبت هذه الكلام، فلا بد لكل دعوة من شهود وبينات. فنحن ننظر في تاريخ بني أمية وننظر في كلامهم وننظر في أقوالهم، نجد أنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله ولا همهم الدنيا ولا يحرصون على الدنيا. فلو كان همهم الدنيا لوجدتهم يعني كانوا حريصين على الملك، حريصين على الإمارة، وحريصين على، لكن هم لم يحرصوا على هذا الشيء، وإنما كان حرصهم وأهمهم الدين. ولهذا تجد الفتوحات كثيرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن بني أمية سيفتحون القسطنطينية، وهذا يدل على أن لو كان همهم الدنيا وهمهم أنهم الملك وهمهم الخلافة
لما تنبأ لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النبوءة العظيمة، وهي أنهم سيفتحون اسطنبول وتركيا ويدخلون إياها في جيش من بني أمية. على كل حال، نحن لو نظرنا في تاريخ بني أمية ما وجدنا مثل هذه الأمور. نحن نقرأ، لكن علينا أن نقرأ بكلام محايد مثلا، أو شخص محايد ينظر في هذه الدولة وماذا قدمت وماذا صنعت وماذا فعلت. أنا سأرد، بس لو تسمح لي أرد على سماحة الشيخ محمد الزعبي. يعني هو يأتي بحديث: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل. أنا أقول للشيخ: هل هذا الذي قام إلى إمام جائر أتاه في جماعة من الناس، أم أنه بينه وبين الإمام؟ لا، ليس هكذا. الحديث لا يدل على ذلك. فإن النصيحة يا شيخنا محمد الزعبي: لا تكون للإمام جهارا نهارا. وهذا من الأغلاط الفادحة التي يقع فيها كثير من الناصحين والمرشدين والمصلحين. هذا خطأ فادح، أنك تأتي وتنصح ولي الأمر جهارا نهارا أمام ملأ من الناس، هذا ما ينبغي. ولكن هذا الإمام الظالم الجائر تأتي إليه وتنصحه بينك وبين نفسك، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل يتركه، أنت أديت الذي عليك. أما أن تأتي إلى جمهرة من الناس ثم تأمره وتنهاه، فهذا لا ينبغي. ولهذا النصيحة لولي الأمر ليست كغيره من الناس، فعلينا أن نكون متفقهين في دين الله، ونعرف كيف ننصح ولي الأمر وننصح غير ولي الأمر. فعلى هذا الحديث ليس فيه مستمسك لسماحة الشيخ محمد الزعبي في أنه يجيز الخروج على ولي الأمر، لا، هذا شخص نصح ولي الأمر بينهم وبين نفسه فقتله. ولهذا ينبغي علينا أن نكون متفقهين في قضية النصيحة والتوجيه. أما أن العمر بني أمية أو أنهم يقاتلون من أجل الدنيا، فأنا في رأيي وفي نظري أن هذه لم تثبت عن بني أمية لا من قريب ولا من بعيد. وإنما يقول ذلك من لا يعرف التاريخ الأموي، أو أنه درس التاريخ الأموي، أو درس عن الدولة الأموية وماذا فعلت الدين الإسلامي وماذا قدمت له. حتى أن القرآن العظيم خدموه يا دكتور عبد الباقي، حتى القرآن العظيم من الذي نقطه؟ من الذي وضع له هذه العلامات؟ ومن الذي وضع له هذه الأشياء التي الآن يقرأ بها القراء؟ إنما هي من فضائل بني أمية تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم نقول أن همهم الدنيا وهمهم مهمهم. لو كان همهم الدنيا لرأيت القتال على الأموال، ولرأيت القتال على الملك، ولرأيت. ولكن الملك يمشي سلس، يعني معاوية ثم جاء بعده يزيد، وهكذا تنتقل الخلافة من شخص إلى آخر حتى وصلت إلى عمر بن عبد العزيز. وهذا يدلك على أن الخلافة كانت تمشي يعني أو تسير بينهم سيرا طيبا وجميلا بدون دماء وبدون قتل، وهذا يعطي الذي بعده هكذا. فلو كان همهم الدنيا أو همهم الملك لتقاتلوا عليه، ولرأيت الدماء تصل إلى الركب. ولكن لم نعهد أو نسمع أو نقرأ أن هذا حصل في دولة بني أمية. فهذا يدلك على أنهم كانوا يعظمون شعائر الله ويهتمون بأمور المسلمين ويحرصون عليها ويدعون إليها ويهتمون بها. وليس هذا نقص أو أنه يؤدي إلى نقص في هذه الدولة عندما تحرص على الدنيا. الدنيا الله عز وجل يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن ليست الدنيا على مصراعيها، لكن خذ منها بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان يهتم بالدنيا ويحرص عليها قدر استطاعته، لكن لا تكون مائلة على الآخرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل واشرب في غير صرف ولا مخيل. فهذا الإنسان يأخذ من الدنيا ولا يقطع الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الثلاثة نفر قال: يا رسول الله، إني أصوم فلا أفطر، وأصلي فلا أرقد، ولا أتزوج النساء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على العمل ويدعو إليه، وهذا من أمور الدنيا. بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى رجل قوي الجسم قوي البنية قال الصحابة: ما أجمل هذا يا رسول الله، وكان في سبيل الله. قال: لو خرج
يريد أن يسترزق أو يأخذ رزقه على أولاده الصغار فهو في سبيل الله وهو يسعى في الدنيا. فنحن لا نذم الدنيا ولا نقول أنهم لا هم يأخذون من الدنيا قدر استطاعتهم، لكن لا تكون سببا في نسيان الآخرة أو نسيان الدين أو الحرص عليها بأن يتقاتلوا أو يقتلوا أي واحد منهم الآخر. لا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر الزمان يقول: لو كان في يد أحدكم فسيلة واستطاع أن يزرعها قبل أن تقوم الساعة فليفعل. فهذا يدل على أن الإنسان لا بأس أن يكون له في الدنيا شيء، أن يكون له مال، أن يكون له بيت، أن يكون له رزق يسترزق الله عز وجل منه، لا بأس بذلك، لكن لا تطغى على حياته الدينية وحياته الآخرة. فهذا هو الأصل الذي يريده الله عز وجل من الإنسان. ولهذا يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وأيضا يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالله عز وجل خلق الدنيا، هل خلق الدنيا لكي نجوع، أو خلق الدنيا لكي نعرى، أو خلق الدنيا لكي نتسول ونسأل الناس؟ لا، لا بد أن نأخذ من الدنيا بقدر، كما أخذ منها أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وصحابة رسول الله. فبني أمية جزء من هذا العالم، يأخذون من الدنيا ولهم أموال ولهم قصور ولهم غير ذلك، لكن لا تكون هذه الدنيا طاغية على أمر الآخرة أو على ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر يا دكتور عبد الباقي، دولة بني أمية عندما تقول أن فيها العنف، أي عنف هذا كان في دولة بني أمية؟ هل هو عنف شيطان؟ هل هو عنف على ما تهواه النفس؟ هل هو عنف يعني كلما أتى أحد أقتله أو أقول له؟ يا أخي، لو تتبعنا السنة وتتبعنا أقوال العلماء في بني أمية ومدحهم له وثناءهم عليهم، بل وأثنوا على خلفائهم وأنهم أهل خير وأهل عبادة وأهل زهد، ومنهم عمر بن عبد العزيز الذي أطلق عليه الخليفة الخامس الراشد وهو من بني أمية. هذا يدلك على أنه العدل، وأنه كان يقوم بالرعية، حتى أنه في زمانه لم يجد من يأخذ الزكاة. ثم نأتي ونقول بني أمية فيهم كذا وكذا، لا بد أن نكون متصفين لهذه الدولة التي أعز الله بها الإسلام وحمى بها الإسلام ورفع بها من شأن الإسلام والمسلمين ووحد بهم الصف وجمع بهم الكلمة. وأيضا هناك مزايا وفضائل لبني أمية ذكرها التاريخ الإسلامي وما فعلوه تجاه المسلمين من جعل العزة والكرامة لهم. ولا تجد دولة كثر فيها المال وكثر فيها الخير كما كثر في دولة بني أمية، حتى أن المنادي كان ينادي: من له زكاة أو أراد من الزكاة فليأتي، فلم يأتي أحد، فقد أطعموا الجائع وكسوا العاري وأعطوا كل ذي حق حقه، والزكاة التي أمر الله عز وجل بها كانت توصل لمستحقيها، شكرا، حتى أنه لم يوجد. شكرا فضيلة الشيخ، شكرا شكرا على كل حال. استمعنا زين، استمعنا فضيلة الشيخ الزعبي، سمعت كلام الأخ الشيخ أبي عائشة، الشيخ أبي عائشة زين، يقول أنه بنو أمية لم تلههم الدنيا عن الآخرة، وكان أكثر عملهم للآخرة، وبينما الصحابي أبو برزة الأسلمي يقسم أنهم كانوا يبحثون عن الدنيا للآخرة. من نصدق فضيلة الشيخ؟ من نصدق بين الرجلين؟ يعني أول شيء أنا أريد أن أقول له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر، أتى أبو عائشة بقيد لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني يقدم بين يدي رسول الله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فمن أين أتيت بقيد أنه يوشوش وتوشوش للإمام ويهمس في أذنه وما يقول له قدام الناس؟ طب موسى لكان أخطأ بقيامه على فرعون، محمد أخطأ بقيامه عليهم الصلاة والسلام على موسى ومحمد، واللعنة على أبي جهل ومن معه أبي سفيان وغيره. محمد لكان أخطأ في قيامه بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، كل الأنبياء الذين واجهوا الملأ من قومهم. وإلا يعني هذا الفقه موجود، وجد حديثا، هذا فقه بعض الأنظمة التي تزج بالعلماء في السجون وكذا، وخلاص كل واحد يوشوش توشوش
يعني أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم إنما هو تشكيل رأي عام ضاغط، مش حرب، مش رفع سلاح، تشكيل رأي عام ضاغط. وإلا لو كان بدك يعني موسى حين أتى يناقش فرعون ما كان عم يوشوش بينه وبين نفسه، فرعون كان قال للملأ من حولي ألا تسمعون؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. كان في حوار بين موسى وفرعون، الحقيقة كانت يعني تناتش، أو إن صحت العبارة تجاذب بينهما للرأي العام، كل واحد عم يحاول يكسب الرأي العام لصالحه. هكذا تكون الدعوة. أما نوشوش الحاكم إيه كتر خيرك، بيبعت لك معاشك وبتقعد ببيتك وما صار شيء، لا تغيير. هذا الكلام يعني أن يبقى المستبد مستبدا، وأن يبقى الظالم ظالما، وأن نقول لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنت مبتدع وأنت مخطئ وأنت كنت تنكر على معاوية علنا، وأن نقول لكل الصحابة الذين قاموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، طب طالما القصة هيك لماذا خرج معاوية على علي عليه السلام؟ لماذا خرجت عائشة على علي عليه السلام وهو الذي بايعه المهاجرون والأنصار؟ يعني نريد أن نفهم الفقه. إما أنه حرام على الكل، يعني حرام على الحسين عليه السلام، حرام على حجر، يعني من خرج على بني أمية حرام، أما من خرج على علي عليه السلام الوحيد بين حتى بين الخلفاء الراشدين الذي بايعه الناس بهذا الحجم، بايعه كل المهاجرين والأنصار، وحتى الذين خرجوا عليه كانوا من مبايعيه. يعني هل هم كان يجب أن يقتلوا؟ طبعا والباغي يقتل، وهدول بغاة علنا على خليفة راشد. بعدين جميل أنه يقول عن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد الخامس، ليش عطشوا معاوية ويزيد وكل القرطة هيدي؟ لماذا تتجاوزوها؟ إذن هؤلاء خلفاء غير راشدين، طالما هو يقول بأنه عمر بن عبد العزيز خليفة. بعدين معلش يعني لا تصدق قصة أنه ينادى في أي مجتمع، حتى في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أصدق أنه ما بقى تلاقي واحد في المجتمع أبدا تقول له في مال تأخذ، يقول لك ما بدي. حتى الأغنياء اليوم تقول له في هناك مال، بيقول لك أعطيني. نحن نشهد في لبنان كل الحكام اللي عندنا أثرياء ولا يشبعون وما زالوا ينهبون. يعني هذه رواية معلش وإن ذكروها وهي جميلة، وجميل أن نحلم بهكذا مجتمع، لكن حين نضعها على محك العقل لا يصدقها أحد. لا يمكن أن نصدق بأن هناك مجتمع نودي فيه يا ناس تعوا خذوا مال، والناس قالوا لا ما بدنا مال. لا أستطيع أن أصدق ذلك. يعني هذه لو عرضتها على أي إنسان لا يقبلها. لذلك يجب أن نعرض روايات تاريخية. شكرا فضيلة الشيخ، وقت البرنامج انتهى، وقت البرنامج انتهى، ونواصل إن شاء الله، نواصل بعد شهر رمضان. مشاهدينا الكرام، لم يبقى لنا إلا أن نشكركم جميعا على متابعة البرنامج، كما نشكر باسمكم ضيفينا فضيلة الشيخ محمد الزعبي من لبنان، فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف أبو عائشة من الرياض. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.